أفادت مراسلتنا في فرنسا بوقوع حادث إطلاق نار أمام أحد مستشفيات العاصمة باريس، وقالت مراسلتنا إن شخصا قتل وأصيب آخر في الحادثة، وأن مطلق النار فر على دراجة نارية، فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيا بحثا عنه. إذن هذه الصور الآن نتابعها للمكان الذي تم فيه الحادث، حادث إطلاق النار قرب أحد المستشفيات الباريسية. عزة غريبة مراسلتنا في باريس تنضم إلينا. عزة، عن ماذا نتحدث هنا؟ نوعية الحادث؟ لحد الآن لا يزال الأمر مجهولا فضيلة. المستشفى تدعى أنري دونان، وهي تقع في الدائرة 16 في باريس، وهي دائرة راقية وسكنية على الغالب، والشرطة التي طوقت المكان لا تزال تبحث عن المهاجم الفار الذي قام بإطلاق النار عدة مرات على رجل وامرأة أمام هذه المستشفى، وهي للإشارة أيضا مركز للتطعيم، وهناك العشرات من كانوا داخل هذه المستشفى بانتظار جرعة اللقاح، ولا يعلم حتى الآن ما إذا كان الأمر مرتبط بالمستشفى أم بالشخص الذي جرت مهاجمته، ولم تعرف هويته حتى الآن. هذا الشخص الذي أصيب ونقل إلى داخل المستشفى وتوفي جراء إصابته من غير المعروف هويته، ولكن الإمرأة التي أصيبت مع هذا الرجل ونقلت أيضا إلى المستشفى لا تزال على قيد الحياة، هي تعمل لدى قسم الأمن بالمستشفى. إذن الشرطة لا تزال تطوق المكان وتبحث عن المهاجم الفار الذي على ما يبدو أنه استخدم دراجة نارية للفرار. يعني لم تعرف هوية من أطلق النار ولا فئته العمرية بعد عزة، يعني لا يوجد هناك شهود عيان؟ يوجد هناك شهود عيان قالوا بأن الرجل بدأ مصمما على ارتكاب فعلته، وهو أطلق النار عدة مرات باتجاه الضحايا، وكان إطلاق النار يعني موجها بشكل خاص تجاه الرجل الذي قتل. أصيب بعدة رصاصات عند مستوى الرأس، مما يوحي بأن الرجل أراد أن يقتله ولم يرغب فقط في إخافة الأشخاص أو أن يقوم بمهاجمة عشوائية كما يكون عليه الحال في الهجمات الإرهابية التي شهدناها في العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية في السنوات القليلة الماضية، ولكن يبدو بأنه كان يريد أن يقتل هذا الرجل، كان مصمما على فعلته على الأقل بحسب شهود عيان، ولذلك توفي الرجل جراء إصابته دقائق بعد هذه الإصابة، فيما نقلت المرأة إلى المستشفى. الرجل يبدو بأنه عندما هرب بداية كان يمشي على قدميه، وبالتالي كما وصفه شهود عيان كان مرتاحا مصمما، ويبدو بأنه لم يكن خائفا، ومن ثم استخدم دراجة نارية. لحد الآن إذن الدوافع لا تزال مجهولة وكذلك ظروف الحادث. شكرا لك يا عزة غريبي، مراسلة سكاي نيوز عربية في باريس.